نكمل الجزء الأخير من المحاضرة. حتى قلنا الحالة الفيديو السابق وتوقفنا شوية علقة الحاسب الآسف، هنا نتحدث حساب الزيادة بالإجهادات اللي جاية من أساس دائري لنقطة تقع تحت هذا الأساس بعمق زاد وتبتعد عن مركز الأساس بمقدار R small لأساس قطر مالته R capital. حتى أروح للجداول، وضحنا بنهاية الفيديو السابق قلنا هو عبارة عن جداول، هنا أحتاج مرتين أشتغل جدولين. الجدولين هنا حتى أجي بعدين أقول أني تمثل لي، أجي أجمع كأنه لو تشوف لي هسه هنا بوعلي على هذا المثال هنا اللي هو مباشرة نخليها بالمثال، خلينا بالمثال يقول أني أحسب القيم من الجدول الأي داش وقيم من الجدول البي داش وأضربهم بالكيو، هو يمثل لي الزيادة بهذا الإجهاد. فالجدول الأي داش اللي موجود أمامك هو أحتاج أني شنو أحسب الزت اللي محتاجة أني، هو عمق النقطة المراد حساب إلها، R small تبعد عن النقطة تحت من سنتر الأساس لأساس القطر مالته R capital، واجي أقول الزت over R شقد قيمته هنا، والR small over R capital شقد قيمته هنا، يعني R small over R capital شقد قيمته هنا. لما يكون R small صفر معناها شنو هو؟ معناها أنا أتحدث عن نقطة تقع بالضبط في مركز الأساس، فبالتالي كأنه لما تكون الR over R capital، لما تكون الR صفر معناها الR over R capital أيضا صفر، فبالتالي كأنه نرجع على الجدول الحالة اللي قلنا نريد نتجاوزها، ما نريد أن نجي نبحث لكل حالة مرة عند السنتر ومرة عند الحافة، لا، أنا هي هاي حالة عامة والR هو اللي يتحكم لي بإحداثيات النقطة. هذا جدول A طبعا هذا هو التكملة مال الجدول هنا لمختلف الR small over R capital، وهنا عندي بالضبط الجدول البي داش مع الزت اوفر ار ويا الار سمول اوفر ار كابيتال وهكذا، يعني من الجدولين مباشره اني اجي اطلع مثال تطبيق مباشر بالضبط يجي المر عليه، يتحدث لي عن يونيفورم لودد فليكسبل سيركولر اريا على جراوند سيرفيس كما هو بالشكل اللي موجود امامك. الار كابيتال هو 3 متر كانه نصف قطر الاساس 3 متر، الكيو مال الاساس اللي يجيني منه 100 كيلو نيوتن على المتر مربع. Calculate the increase in vertical stresses at depths of 1.5 3، يعني احسب لي الزياده بال vertical stresses اللي يجيني من هاي الحاله على عمق 1.5 3 متر و4.5 و6 و12 متر تحت الجراوند سيرفيس لنقطه مره ار يساوي 0، يعني كانه نتحدث عن المركز، ومره ار يساوي لنا 4.5. أنا عندي النقاط هسه المراد حسابهن 1.5 و3 و4.5 و6 و12، هذني مثلا الزد. زد على الار كابيتال ايش قد ناطيني اياها؟ 3، فيجي 1.5 على 3.5، 3 على 3 1، 4.5 على 3 1 وهكذا. طلعت لي الزد اوفر ار. من طلعت لي الزد اوفر ار نجي الحالة الأولى النقطة المراد وين؟ عند حالة اي ار يساوي نص سمول، ار سمول يساوي نص صفر. عندما تكون الار سمول يساوي لنا صفر اروح للجدول كانه الار سمول اوفر ار كابيتال صفر، واطلع من الجدول الاي داش القيم مالتي. حاله الار سمول يساوي لنا 4.5 كانه الار سمول 4.5 على الار كابيتال 3 هي 1.5، فاروح للجدول اللي يطلع لي يكون الار سمول على ار كابيتال 1.5 فتشوف لي القيم مالتي اطلع بالبي داش، فبالتالي كل وحده تمثل لي، وبالنهايه اجي اجمعهم اقول هذا يمثل لي هذا زائد. واضح، هاي هي عبارة عن الار سمول الجزء البي اللي هو اجي نحسب القيم. اذا لكل حالة الها الاي والبي، واجي اطلع الاي داش والبي داش، والحالة الثانية ايضا اطلع الاي داش والبي داش، واجي اجمعهم كل حالة تمثل لي حالتهم، يعني كل حالة اجي بعدين اقول عبارة عن الكيو مضروب في الاي داش زائد البي داش. واضح، تقريبا كملنا حوالي 85% من المنهج فيما لو اعتمدنا كل اليوتيوبات اللي اخذناهن مبدئيا. بقت محاضرة إذا بها ممكن أنه نقدر ناخذها خلال الأيام الجاية، أو ربما ما نقدر ناخذها على اعتبار راح ننطلق بالفصل الثاني. ونتمنى لكم الصحة والعافية وإن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.